المخزن له اربع ابواب، بابين بيتفتحوا بمفاتيح والباب البابين الاخرين جرار. اول باب لا يفتح الا ببصمه مدير المخزن. بيدخل مدير المخزن يغلق الباب بعد دقائق دقيقه ونص تقريبا، ويقدر يفتح الباب الاخر بعدها. البيبان الجرار لا تفتح الا من الداخل، وجميع الابواب عليها اقفال اوتوماتيك في الارضيه بتوضع علشان زياده ايضا في التامين. في كاميرات في المخزن كله موزعه بحيث انها بتديني رؤيه للمخزن كله واي حركه بتتم داخله. كاميرات عاديه وكاميرات ليليه الاثنين، بالاضافه لوجود اجهزه انذار واجهزه اطفاء مناسبه لكل مخزن. المخازن نوعيه، يعني معناها بالخامه، لكن طبعا ممكن حضراتكم هتلاقوا عرض بخامات مختلفه، ده لان بيتم استلام الاثار وبعدين بيتم توزيعها على المخازن كلهم فيما يخصه، كل مخزن تبع لطبيعته. مساحه المخازن، المنطقه اللي فيها المخازن او مجموع المخازن كلها حوالي 7462 متر مربع، في 11 مخزن، في مخزن للاخشاب الضخمه، مخزن للاخشاب الصغيره، مخزن للاحجار الضخمه، مخزن للاحجار الصغيره، ومخزن للفخار، مخزن للنسيج والبردي، مخزن للمومياوات، ومخزن للتامين العالي، وفي كمان مخزن للمجموعات، مخزن للمجموعات او الحاجات المتنوعه يعني. دي المخازن اللي موجوده عندنا في المكان. ممكن بقى نصور ولا حضرتك ممكن تصور من هنا بس انا اقول لكم على حاجه. احنا كده مش شايفين حاجه. اما حضرتك اي حد ممكن يجي، هي بتفتح بالمفتاح الاول وبرده مش هيفتح، وبرده مش هيفتح. بعد كده بصمه الايد الدخول. ممكن تشرفونا جوه بس هنقف في مكان ما. اتفضلوا بس بسرعه لان اللوكي ده بيقفل في ثواني. اتفضلوا. ممكن تتوزعوا كده عشان بس تقدروا ندخل الناس، علشان اللوك ده بي لو قفل الباب ده مش هيقفل. اتفضلوا يا جماعه اتفضلوا. ايوه بس هنقفل بقى هنا كده، نقفل بس بعد اذنكم. التامين الثاني ان البيبان الجرار دي ما بتتفتحش الا من الداخل. لو حضراتكم بصيتوا تحت هتلاقوا في كوابير طالعه في الارض، دي بيوضع فيها بيوضع فيها اقفال اوتوماتيك. تمام؟ يمكن ماشي. التامين الاخر ان انا لا يمكن اقدر افتح الباب ده الا لو كان الباب ده مقفول. معلش احنا هفتح لحضرتك واشرح المنظومه كامله. ده الباب الثاني، هتفتح برضو الجرار برضو لا يفتح الا من الداخل. ممكن حضرتك تدخله من الجرار. ايوه يا التأمين الثالث ان احنا دخول المخازن بيبقى له حساب. التأمين بتاع البيبان انا هقوله لحضراتكم تاني. الباب الاول ثواني لا يفتح. ثواني اتفضل. بتوزع المخازن. نعم وحدات تخزينيه عباره عن موبايل راك. نعم موبايل راك. برضه هنا بتيجي يعني اشكال مختلفه واحجام مختلفه، فكل وحده مناسبه لاحجام معينه. في حاجات كبيره ما ينفعش تحط في ارفف صغيره، في حاجات ما ينفعش تحط في ارفف لازم تحط في ادراج كده. حضرتك حواليك بتحط كل واحده.
ارفف كده وتتقفل على بعضها كده بعد ما بيتم بتقفل عليها بتكون خلاص كل الوحده وتبدا في الارفف الثانيه هكذا لغايه ما بتبتدي كل المركب وتبدا ولو هتستعمل حاجه فيه بتفتح الرف اللي انت عايزه وبالتالي بيبقى مرقم ومحطوط فيه كل احنا بنبقى حاطين فيه جرد محتاجينه في جرد بنحتاج بس طبعا باعتبار ان المكان هنا نعم وصل القطعه العصريه معينه ازاي انا طلبت منك قطعه عصريه معينه حضرتك هنا لو لاحظت هتلاقي الشيلف كله مترقم وعندنا جوه المخزن نفسه المخزن كل مكان فيه مترقم ومحطوط فيه ما يدل على ان ده تبع كذا انا دلوقتي كمثال مثلا انا عندي مجموعه معينه من المال من المتحف المصري مثلا بتبقى موجوده في حته معينه مجموعه المتحف دي كل حضرتك شفتها محطوطه في جنيه بيبقى حاطط ارقام جميع قطع العشيش ده فانا عايزه قطعه معينه من المتحف المصري عشان ده بتاع المتحف المصري باجي امسك الفيشه بشوف الرقم اللي انا عايزاه بلاقيه في الفيشه ديت يبقى هو في الرف ده بجيبه بمنتهى السهوله ما بيبقاش فيها اي مشكله بالتالي كده بس طبعا انتوا هتلاقوا في اماكن ما فيهاش اطفال مش مليانه بالاطفال ده نظرا لان احنا تحت الانسان لسه ما خلصناش ما عندناش الاستلامات بتاعتها هتلاقوا هنا اخشاب برضو احنا مستلمينها مؤقتا لان استلام مخزن الاخشاب الضخمه وهتتنقل ان شاء الله المخزن. اهلا حضراتكم شفتوا وحدات مختلفه في المخزن دقائق ومن ضمن الوحدات اللي هنا دراور باطراف العملات دي لا مش عملات العملات ديت بيبقى ليها مكان بتتحط جوه داخل كده ما تتحطش يعني الاضرار سهله تتفك عشان زي ما حضراتكم داخلين كده سهل في عدد كبير ما اقدرش احط حاجه صغيره ممكن تتضرب بسهوله دي بيتحط في قطع صغيره اللي تخش عليها ان هي تتفك قلت لحضرتك كل وحده ولها طبيعه الماده اللي استخدمنا فيها ولها الحجم كل وحده تبع الحجم اكيد يعني المخزن العضوي غير المخزن الغير عضوي فده الاشكال الشكل الثاني في الوحدات اللي هي الدراوات الاطراف يعني خلوا مسافة بينكم وبين الحاجة لو سمحتوا يا جماعة. خلاص كده؟ لا هو في ناحية تانية.